أنا اسمي كريم حسام، أنا متطوع هنا لدى وزارة التضامن ووزارة الاتصالات. أنا مهمتي الأساسية هنا هو الدعم التقني والفني، عشان أنا متطوع في لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إحنا هنا هدفنا الرئيسي إن إحنا نساعد كل الزوار وكل الوفود إن هم يحصلوا على أكبر قدر ممكن من المساعدة التقنية، بما إني زي ما قلت أنا في مجال تكنولوجيا المعلومات، من تغطية إنترنت لأي مساعدة. بالنسبة هنا عندنا كمبيوتر سنتر متاح لكل الوفود والمشاركين، عندنا كمان لايف كوفريج او نقل حي لكل الحاجات اللي بتحصل في القاعات، يقدر ان هو يتابعها من على الموقع الالكتروني بتاعها. وكل ده طبعا بنقدمه فور فري وبلاش لاي حد، يقدر ان هو ينورني هنا في شرم الشيخ وفي مؤتمر كوب 27.